السلام عليكم. النهارده جايب لكم طريقه ازاي تعمل ريسيت للهيك فيجن، سواء كانت كاميرا او ان في ار او دي في ار، عن طريق برنامج هيك بارتنر او اي بارتنر، البرنامج بتاع هيك فيجن. اول حاجه احنا بنفتح البرنامج زي ما انت شايف كده في الهوم بيج، وفي عندك هنا بندوس على مور، بندور على سبورت. في سبورت هنلاقي حاجه اسمها سبورت كيس، بندوس على سبورت كيس وبنعمل نيو كيس. وهنا انت عندك ممكن تقدر تعمل اكتر من حاجه، فاحنا هندوس على ديفايس باسورد ريسيت. هنا بيطلب منك السيريال نمبر بتاع الجهاز وصوره للجهاز وملف من الاس اي دي بي. فاحنا اول حاجه هناخد السيريال نمبر بتاع الكاميرا بتاعتنا من على الكاميرا، هنسكان الكيو ار تمام. وبعد كده بيطلب مننا ديفايس ليبل، فاحنا بنيجي هنا على الكاميرا بنختار الكاميرا وبنصور الديفايس ليبل. وبعدين بنيجي على برنامج التولز بتاعت هيك فيجن وبنختار الكاميرا بتاعتنا. دي الكاميرا بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها ريسيت، فبنعمل فورجيت باسورد ونضغط على كيو ار كود وبنسكان الكيو ار كود. وبعدين بقول له بعلم هنا باي ريكويستنج باسورد، وبعدين بتعمل كونفيرم كده، وهو هيبعت، احنا كده بعتنا لهم الكيس وهو هيرد عليك بكود، هتدخله كده الكيس اتبعتت تمام، نبص عليها تمام. هنستنى اما هم يردوا علينا بالكود اللي احنا ندخله في الكاميرا. هو بياخد الوقت تقريبا، بياخد حوالي 5 دقيقتين تقريبا، 5 دقايق بالكتير قوي، بيرد عليك بالكيس، هيرد علينا ونكمل معاكم الفيديو. هما ردوا علينا تقريبا بعد 5 دقايق بالظبط، بالكود اللي هو في فوق في الصورة ده تمام. الكود ده هفتح البرنامج تاني بتاع هيك فيجن تمام. وهاخد الكود ده احطه هنا، ناخد الكود بتاعنا اللي هو 41CCD. خدنا الكود كتبناه هنا اهو، وبعدين هنكتب الباسورد الجديد. كده احنا كتبنا الباسورد، هنعمل هو هنا الباسورد مش عاجبه، عايز باسورد كده. احنا كتبنا الباسورد وهنعمل كونفيرم كده، الباسورد سكسد كده. انت لو فتحت الكاميرا من اي مكان بالباسورد اللي احنا حطيناه هتفتح معاك اللي انا بعمله ده. لا مش كده، احنا نكتب الباسورد في مكانه معلش. ونفتح الكاميرا، هتشتغل معانا الكاميرا بالباسورد الجديد. واستنونا في فيديو تاني ان شاء الله قريب.